مرحبا بك عزيزي طالب في مرحلة التأكيد والتغيير. توجه إلى الموقع وقم بإدخال رقم تسجيلك في البكالوريا ورقمك السري. توجه إلى قائمة الرغبات، تحقق منها وقم بالنقر على زر الموافقة. إذا كنت عزيزي الطالب متأكد من القائمة النهائية لرغباتك، وافق بنعم، فقد تم تأكيد اختياراتك، يمكنك طباعتها، وعند الانتهاء لا تنسى الخروج من حسابك. شكراً.